أقول هاتوا ملف العتب براجع الأسباب، هاتوا ملف العتب براجع الأسباب وبنظر في دعوة الشره لمغير. بداية نبي نعرف متى بدأ الشاعر محمد في مجال الشعر. متعبني هواية وذبني في نار العشق لمسوي حكاية، نار تحرق الحشا بشجون الله والرأي الله، حرقت شجون القلب بالود يا يابا. من اللي كان يعني كان يحتوي محمد لما كان في بدايته بموضوع والله الفيلم. والله كنت أنا شوي فترة الأخيرة جدا ضايع. الفن فنك، الفن فنك، نحييك يا موروث داري قبل اندثارك وانت ندم، جينا وراك نقص ثاري نكفر جبال وسحن ويم. بعد بنروح في الوطن إن شاء الله. لو ناخذ قصيدة واحدة. والله في الوطن بناخذ قصيدة عن السلطان الراحل الله يرحمه، السلطان قابوس طيب الله ثراه. نعم. مع وفاته طبعا كل تكلم أكيد أكيد، وأنا واحد من الناس اللي تكلموا ما نعرف عاد إيش الكلام اللي صحيح طلع. تأثرنا حقيقة. أيوة. فقلت أقول لي وار بالله ونوح الهم بالويلات. نعم. وابكي بونه كمل ما يهود من الآهات، ودموع عيني تهل وتسيل بالعبرات. الله. من العين فاضت وزاد النوح وبكايه، وعمان كلهي بكت وتنوح شروايه، الموت فرقني رحى القابوس مولايه، خلى فوادي يشب نيران من الحسرات، خلى فوادي يشب نيران من الحسرات. الفن فنك، الفن فنك. طيب بنسمع شيء لكن محتاجين شوية في غنى، في غنى الدان. عاد غنى بنشل بيتين ثلاثة، بيتين ثلاثة ما في مشكلة، بس بنسمع أول شيء. بنسمع أول شيء بالعد، بالعد أيوة، بعدين بندخل في الغنى. أقول يوناس ريت العجب خنقتني العبر، يوناس ريت العجب خنقتني العبرة، ريت الزمر الضحى يبتاع في الكبرة. الله. يبتاع بيع الرخص بالهبش والهبرة. الله. وصوغ اليماني عقب ما كان في العالي، والناس تركض عليه وتسوم بالغالي، الغالي. شروات سوم الذهب وتبشور الهلالي، الهلالي. معروض نوب العصر مع لفة الغبرة، معروض نوب العصر مع لفة الغبرة من الرخص. شيء يوم يرخص دائما تحصله في كل مكان، كل مكان في كل مكان. زين. ويولي لا على يوداني دا، وياني اللي دان لويلي مي داني، ويولي لا على يوناسري، ويتي العقاب العقاب وخنقتني عبر، ويوليلا على ريت الزمي، ويريد ضيحة يولي اللي يبتاعي في لكبر، ويوليلا على يبتاعي بي، ويعير رخص يولي لبلها بشيوي لها برا. وانت رايح، انت رايح لعد لي ما ان شاء الله تنتهي القصيدة. جميل 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 جميل، يعطيك العافية. جميل يعطيك العافية. الفن فنك، الفن فنك. بتكلم عن الفن المسبع. طيب كفن يمكن يعتبر واحد لكن له عدة ألحان. أيوة. نبي نعرف الألحان هذه يعني كم لحن له؟ والله أنا ما أقدر أحصرها بس أتوقع يوصل 6-7 مسميات. يعني مسمياتها في عندك الغربة، واي علو، خضر يوزين، سلامة، وطبعا في لحن واحد مميز. طبعا هذه الألحان كلها ذكرتها، وفي ألحان ثانية أنا ما تحضرني. المميز هذه كلها تتغنى بقصائد المسبع. نعم. وفي لحن واحد اللي هو قصافي الدان، هذا وحده
حاله سجع معين اللي هو تقريبا قريب من سجع قصيد التغرب. صحيح. قصيده نعم. نفس قصيد التغرب نعم. اللي هو على لحن واحد على طريقه واحده نعم. وطريقه اللحن مختلفه، ما بقيت الالحان الباقي كلها نفس الشيء. صحيح. والفن واحد. والفن واحد. صحيح. والفن واحد. الفن واحد. ما ما ما, ما يختلف عن بعض. نحن قبل ما نروح الى مفهوم القصافي الدان بنسمع شيء في القصافي في المسبع. في المسبع زين. طيب ماشي. طيب. اقول من مسكد الخير صوب الدار متوية. من مسكد الخير صوب الدار متوية، امشي مشي روف ولمحت نياق علوية، شي منه نحق وشي يبكار غضوية غضوية، ومع زحمة السير تكاكن بالخطا قربي. الله. وام الخزامة تقادت لي وسط دربي، وبلمحة العين تلت ملحشة قلبي قلبي، مع شارة الخوض يهل الخير مشوية، مع شارة الخوض يهل الخير مشوية. الفن فنك. الفن فن. احنا ما شاء الله احنا مستمرين مع شاعرنا المتألق، وايضا مستمرين في هذه الرحلة التراثية مع شاعرنا المتألق محمد بن مرهون السعدي ودراجي. الله العافية. بنروح الى قصافي الدان. اول شيء نبك نبي نحن نفهم ونعرف السادة المشاهدين موضوع قصافي الدان، يمكن في بعض منه البعض ما 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 عنده خلفية عن هذا. صحيح. الموضوع صحيح. هو طبعا الفن كفن اسمه دان. دان. كل الألحان اللي في الدان اللي ذكرناها سابقا من سلامة غربة الخضر يوزين ويعلو، هذه كلها تتغنى بشعر المسبع ما عدا القصافي، هذا وحده للشعر أو نظم معين. وإله لحن؟ اللحن أول لحن معين. إله لحن معين. لحن معين مختلف عن باقي الألحان. نعم. يعني وحتى طريقة أداء شوية فيها نوع من المتعة، يعني حتى لما يعدن النساء وكذا تحس الجو فيه لطافة يعني كذا. نعم. استمتاع. زين أداءه هو نفس هذا قصافي الدان نفس الأداء المسبع؟ نفسه صفين يعني. صفين. وطبيله وشعر قص. أيوة. نفس زين هذا يجي في الاخير يجي في البدايه هو ولا؟ هو نظاميا كذا مخلاه في الاخير. في الاخير ليش؟ لانه ملحنه مختلف ودائما يحبوا يختموا فيه، ولحن خفيف ممتع شيق يعني شويه اسلوب شيق يعني. نعم. فدائما يحطوه دائما في الاخير. جميل جميل. هذا هو لحن. بنسمع شيء من القصافي؟ من القصافي. القصافي في قصيده انا قايلها قبل فتره بسيطه كنت رايح مناسبه، يكون نفس الشيء يعني المسبع نفس الشيء القصافي يعني عدد الابيات؟ ايه لا اها هني القصافي يعتمد اذا انت عندك عدد شعراء كثير والمناسبه باديه من فتره طويله وكل حد تكلم تحصل شويه حتى الجو بدا يكون في نوع من التعب. فالشاعر يجب انه يراعي الوضع العام. ايوه. فاحيانا يدخلوا حتى باربع ابيات ست ابيات، بس اذا مثلا ما في شعراء كثير بيدخلون انت ممكن تبحر وتقول قصيده حتى من 20 بيت. صحيح. لانه هو مثل ما قلت سابقا هو اللحن اساسا لحن تغرود. تغرود. وانت عارف التغرود. نعم. لما نعم. يكونوا هل البوش على البوش. هذا اللي نريد نوضحه. أيوة. للساده المشاهدين. هذا الوضع يعني هو ما محصور بعدد معين من الابيات عكس المسبع. محصور بعدد معين من الابيات. واضح. جميل جميل يعطيك العافيه. هذا هو بالنسبه للفن للاحن القصافي. زين نسمع في القصافي. في القصافي قلت أقول ومن بعد لتحية أقول ببدي بسلام ومن بعد لتحية. ببدي بسلام ومن بعد لتحية. لا ببدي بسلام ومن بعد لتحية لا تناشدوني وما عليكم حية. يعني أنا يا جماعة الخير ما أريد سؤال. صحيح. لا تسألوني أنا جاي في راسي شيء معين. نعم. فأقولهم ببدي بسلام ومن بعد لتحية لا تناشدوني وما عليكم حية. الله. كأنكم عطوني من المجال شوية في راسي غرام ويتكم بعني، أبغى تنوم أسيوها لي في الغية وانسى هموم في القلب مخفية. أبغى تنوم أسيوها لي في الغية من المغزى. هذا كل الكلام. أنا هذا اللي يا أبا. السلام عليك. أبغى تنوم أسيوها لي في الغية وانسى هموم في القلب مخفية. خلاص أنا وصلت الفكرة. صحيح.
بس في قصائد احنا كاتبينها ومتكلمين فيها يمكن توصل حتى 12 13 14 بيت. جميل. نسمع شيء ثاني بعد. شيء ثاني في القصافي بعد قلت اقول يوم الثلوث الفايته ضحويه نادى المنادي يوهلي بشبريه واربع يوم الثلوث الفايته ضحويه نادى المنادي يوهلي بشبريه واربع جنابي وخنير صوريه الله خدمة تمامي منقش بحرفية زهوة غواها زغللت فعني صحيح حقا زهوة غواها زغللت فعني وشلت فوادي من حشب حني الله وتميت عاين كافة بيدي صافن وفكري مستشيط علي علي كني ضرير وملتبس يني الله مدحر مقالي وكاشخ بضرسي كني ضرير وملتبس يني مدحر مقالي وكاشف الضرسي جميل يعطيك العافية جميل يعطيك العافية الفن فنك الفن الكلام بالنسبة للحن القصافي على حسب كلامك الحين تقول انه هو شوي مختلف 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 وغناء يبدا نفس الغناء ولا يعني من بدايه الكلام ولا كيف لا طريقه العد حتى العد لما تلقي للصفوف على اساس يكون عندهم سهوله في الحوض تلقيهم بالعكس لانهم اصلا بيردوا بالعكس يعني الحين مثلا المقصب اللي اقول انا ببدا بسلام ومن بعد لتحيه لما يلقن اقول النص الثاني اقوله من بعد لتحيه بعدين اسمع البيت كامل ببدأ بسلام ومن بعد لتحية كتأكيد عشان هم يسمعوا صحيح صحيح لكن حتى في العد لما يغنوا من الخلف ما يغنى من الأمام هذه من ميزة القصافي القصافي أيوه. زين لو بغينا نسمع الشيء باللحن كذا بالغنى والله كلها محاولات بعد التراث ما عليه بس على أساس ما مشكلة أنا بشيل المقصب اللي قلته قبل شوي زين حلو تفضل يعين يعين وامين بعد بعد لتحيي يوليل ببدي بسلام سلام ومين بعد بعد لتحيي يوليل تنتقل إلى الثاني صحيح وانت رايح بعدين يعين يعين وما عليكم عليكم حي يوليل لتنا شدوني شدوني وما وانت رايح بيت 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 جميل حقيقة جميل المسبع جميل ولحن المسبع أيضا نفس الشيء القصافي وطبعا جميل. الفن نفسه يسهل بوجود المجموعة شوف انت لما تغني فردي النفس يأخذ ويعطي معك لأنك تبى توصل لكن لو حلو يغنوا مجموعة بتشوف استمتاع وشيء غير طبيعي طبعا طبعا أكيد حتى انت يعني لو وقفت الثاني ماشي الثاني قد يكون واقف في مرحلة قبلك أنت فيمشي الصوت كله مع بعض يطلع بمنظر جميل جميل, جميل الله يعطيك العافية يطلع بصورة طيبة يعني. الله يعطيك العافية زين نحن قبل ما نختم معك بنترك لك المجال على أساس أنك تسمعنا شيء سواء في القصافي أو أن في المسبع والله بنمشي بنمشي في المسبع في المسبع القصافي مشكلة شوية لأنه قليل ما نمارسه نعم. فالنسيان نعم فيه قصيدة لها موضوع صار معي نعم. شخص يحب قال يقول أباك تكتب عني موضوع كان عنده قصة يعيشها نعم. فتعرف المسبع مجاله بسيط وما يعطيك مجال الإبحار مثل الشعر النبطي نعم. فجلس تفكر الحين أنا إيش أعطيه هذا الشخص وطلب مني طلب مني وبيقول فلان ما عنده صح. وأفلس وما. فجاءت الفكرة أني أخلي قصتك كأنها من ضمن قصص تاريخية غرامية مثل عنتر وعبلة نعم. قيس وليلة قيس ولبنى عشان تكون في ذاكرتك عشان تكون في نفس السياق صحيح فقلت أقول عنتر تشرد خذاه الود بشقاعة وابن الملوح خذاه بينون وشراعة وكثير عزه غرق في غبة وجاعة الله مينون لبنى يقولوا قصته قصة قصة وعاشق بثينه مضيع من العمر نصه نصة. وزيد العماني صاحبنا وزيد العماني سبته بالعشق حصة حصة شلت فواده وعمره لقله باعه شلت شلت فواده
وعمره لقله باعه. الله عليك، يعطيك العافية. الله عليك. الفن فنك، الفن فنك. شاعر محمد، احنا حقيقة يعني نقول لك ألف شكر على تواجدك معنا في برنامجنا، وهذا شرف كبير للبرنامج ولنا احنا كتابعين للبرنامج هذا. يعطيكم الله العافية، ما قصرت يعني حقيقة. حقيقة أنا اللي أقدم لكم الشكر على الفرصة، وأتمنى أني قدمت شيء لا إن شاء الله يرضيكم ويرضي متابعينكم. أكيد أكيد أنه بيرضي ويرضي متابعين إن شاء الله، وإن شاء الله نكون قدمنا شيء يفرح الجميع إن شاء الله بعون الله. يعطيك أنا حقيقة شاكر ومقدر ومثمن هذه الرفقة الطيبة منك. يعطيك العافية، وإن شاء الله ما راح تكون يعني إن شاء الله راح. أنا من النوع اللي ما أقطع حد يتواصل معي. هي نعم. لا إحنا بنتواصل إن شاء الله، ولكن نتمنى إن إحنا إنك عاد تعمل لك كذا مثل ما يقولوا لو كتيب لو ديوان ولا. والله في محاولات حقيقة، هذه مثل ما تقول يعني تكون تحسب لك، وأيضا بعد إن شاء الله ما تعلم أنت بعد عمر طويل تذكر من ضمن الناس اللي. الله يبارك فيك، هذا واجبنا والبرنامج برنامج الجميع. يعطيك صحة والعافية، جزاكم الله خير، مجهودكم مجهود طيب. ما تقصي، جزاك الله خير، الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، احنا وصلنا معكم إلى ختام برنامجنا، نأمل أن نلتقي معكم في لقاءات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا حمد يعقوب أبو شهاب، وتحيات فريق العمل، وإلى اللقاء. الفن فنك، الفن فنك. نحييك يا موروث داري، قبل انتثارك وانت ندم، جينا وراك قصة ثاري، نكفر جبال وسحن ويم، نكفر جبال وسحن.